أيها الأخوة والأخوات الأحباب أبائي الفاضل، المسيح قام بعيد في البحر منكم حاضرين معنا والغيبين من أبناء وبنات قدر سيدنا الجديدة. مجرب نعيش سوا فرح العيد، هذا هو العيد الكبير، أكبر الأعياد. ليش هو العيد الكبير؟ لأنه بجاوب على أهم شيء بيحتاجه الإنسان، أهم شيء بيخاف منه الإنسان. كلنا سبق بخاف في الموت، ما بدنا نموت، بدنا نضل عايشين. مع أنه منعيش خبرات موت كل يوم قبل الموت الأخير، الوجع موت، السفر موت، الفشل موت، صغير كل شيء بناحية ليتجمع الفشل الكبير اللي عم نسمي موت ويقضي على بعد أساسي بنعيشه بحياتنا على هالأرض. نفقد التواصل مع الآخرين، جثة هادئة، هيدا الشيء اللي كانوا خايفين منه الميز يسوع. مشوا معه سنتين، كل واحد يفكر حاله رح يصير وزير بملكوت يسوع. هو عم يحكي على مستوى وهن على مستوى. وإذ بعد ما كان قبضاي يعمل بهالعجائب بيشفوا بقيم الموقف، عيشوا خبرة كلنا كنا بنحب أن نعيش نشوف شخصية هالأب قبضاي ما في شيء بيعطل. وإذ واحد منهم نكروا وخانوا وصرنا القصة بنعرفها كلنا، وديروا ظهره عقورة شليم وفلي، خلصت المسرحية. اللي بنحبه واللي مشينا معه وعلقنا أمال عليه مات عصبي. أبشع موت ما كان فيه بالمنطقة السياسية الروماني أبشع من موت الصليب. نتخيل يعني أنه هيك صارت بالنسبة لنا خبرية، بس لما منشوف منعيش منرفض إنسان يصلب إنسان يقضي على حياته يعزله بهالشكل، هيدا من 2000 سنة. بس من 2000 سنة كانوا معودين يصلوا. قلتلكن غير مرة الرومان محل ما كانوا يروحوا، المش روماني كان أقصى عقوبة كانت الصلب. أحد القادة اسمه فاروس صلب 2001. كيف بدنا نعرف أيال منيح وأيال قضايا وأيال يسوع وأيال ابن الله؟ كان تساؤل كبير، وكان هيدا سبب حتى يحطوه على الصليب تيزركوه الزرك العجيب ليقوم يقول ويخلص حاله، مثل ما قال بولس خلص حالك روج، بتعرف تعمل كثير اشياء وبتقدر. لكن كان أدت ساعة يسوع، ساعة يسوع، ساعة بده بالخلاص عملي. خلصت المسرحية وفلي ما بقي معه إلا أمه وهالنسوان اثنين يوحنا وفل. نحن الجمعة صرنا يوم السبت، بداية الأحد، فجر الأحد، راحوا تيستفدوا بحسب العادة النساء، وهون بنحيي كل النساء عندهم شجاعة
عندهم أمانة لهالشخص يلي تعرف عليه وما خيفانين من اليهود. الرجال خافوا، النساء راحوا، وكان اللقاء يلي سمعنا روحوا خبروا مش تلاقوا حدا هون. الملاك قال خلص ما حكون خبر، يعني شو معناتها أن واحد وعى قبل ثلاث شباب ما كانوا موجود. قام شو قام أول مرة بتصير، ولا كانوا معارضين عليا، دفنيت نجي من الذي قام لوين راح بأي حياة دخل، كلها وأسئلة بدون شو الرسل مصدق ومش مصدقين. خلق ذهنية جديدة، طرح مشكلة جديدة عليهم، كل واحد صار بده يخبي حاله. المسؤول السياسي فبيبطل يقول فلان اجا اخده، وكرت السبحه. كان عنده مشكله الحجر الكبير، شوفوا كيف كانوا يلفوا في الماضي يلفوا حجر مثل حجر الطحون، بده قوه كبيره. الحجر مدحرج ومتى بيستعمل عباره بهالانجيل يمكن الاحسن، دحرج الحجر وقعد عليه سلطة قوية جمال. هون بدي اقول لكم اياه بدون ما اطول، بنرجع نحكي شوي بالفرنساوي، لوين راح يسوع؟ لاي حياة دخل؟ وليش ما فينا نآمن بالقيامة وما نكون مسيحي؟ المسيح المقياس الاساسي انه بده يؤمن بقيامه المسيح من بين الاموات، معناتها هو الاله، هو عنده السلطه على الموت، على اقوى شيء بخوفه. لما بنقول بالقادشات لوغو رح نقولها بعد شوي، قادشات لوغو يوتو، يا من لا يموت دخل بالحياه يلي لا تموت، هي بنسميها حياة الأبدية، بنسميها حياة القيامة. ونحن إذا تعمدنا جن المعمودية ندخل معه بالحياة التي لا تموت، فينا شقفة من العدم الموت يلي بناخده بالأسرار، بالمعمودية، بالاعتراف، بالقربانة، يا دواء لعدم الموت. ما بنقدر نفهم القيامة إلا في ضوء هذا الإيمان. هالإيمان يلي دفعكم تجوا الليلة تصلوا معكم. لو مؤمنين ما بتجوا. نحن قياميون. نحن قياميون. المسيحيون قياميون. لهالسبب هو العيد الكبير بحياة المسيحية. وحوالي كل بقية الأعياد تدور وكل الحياة المسيحية تدور، وهيدا الشيء اللي بعد عيد كان بذهن الرسل، لا كانوا مفكرين يعملوا عيد ميلاد مثل ما لنا وصلنا نعمل، ولا بقية الأعياد، ما شايفين إلا المسيح وصلوا معلق على الصليب وقائم من بينهم. هو هيدا الجواب الأكبر بالنسبة لحياتهم، ولهالسبب هالشيء بده يغير لهم كل حياتهم. من جماعة خيفانين القيامة جعلتهم جميعا مش خيفانين، وهالشيء رح نشوفه على العنصرة لما حل عليهم روح القدس، تغيروا الألم وانخلقوا عن نظام جديد. بدي بعد أقول كلمة لتفكيركم اليهودي، أنه لأنه في ناس يقولون لأنه ما لقينا الجدة بالأرض معناتها المسيح أبدا. فراغ القبر، القبر الفارغ منه علامة مية عمية أنه هيدا قام بيننا، هيدا نتيجة. وهون الكلام يطول رح وقف هون، بس عرفوا أنه فراغ القبر مش هو العلامة على القيامة. العلامة على القيامة إيمان أنتم ونحن شهود عن ذلك. بحييكم بهالمناسبة جميعا،
تعودنا نقول أن القيامة بتجيبنا فرح، أنه ما عادش حدا يخوفنا ولا شيء يخوفنا، حتى ولو بالقرن 21 بسوريا حصل بعضهم عم بيصلوا ألا مؤخرا صدموا المسيحيين. الأخبار بتقلنا صلبوا أولاد، صلبوا ناس، لأن المسيحيين مثل معلمهم. صحيح هيدا فخر، بس من جهة تانية بحس بقلبنا كثير هالأمر. القيامة اللي عم نحكي عنها نحن قيامة روحية وانتماء إلى عائلة المسيح، حتى ولو داخل بحساباتنا الانتهار، بس عند الساعة الكبيرة ننصلب مثله ونحن شهود وشهداء. Très sœurs partout dans le monde.